عبد اللطيف عبد الحميد من أشهر المخرجين السوريين ومن أعظم المخرجين العرب، ويعتبر مخرج سينمائي عالمي. عندما نشاهد أفلامه نحس أننا نقرأ روايات مؤلفة من صور، من موسيقى، من أحاسيس، من عواطف، من زوايا نظر، من مناخات كثيرة. عندما تشاهد أفلامه تحس أنك تدخل إلى عمق الشام، وتحس بهذا العمق التاريخي الآتي من الخلود ومن الأزل ومن الأبد. عبد اللطيف يلسعك بالكوميديا السوداء وتضحك، ولكن عندما تعود إلى رشدك تحس أن هذه اللسعة تبقى معك على الجلد وعلى القلب إلى الأبد. إنه يوقظنا ويجعلنا ننتبه على أن السعادة التي نعيش فيها وأن السلام الذي نعيش فيه هو على شفا حفرة من جحيمنا. فبالقدر الذي يكون فيه الإنسان صديقا للإنسان يصبح أن يكون الإنسان قاتل الإنسان. ما تعيشه الآن سوريا والمنطقة العربية بالشرق، هذه المنطقة الملفعة بالحب والإبداع، كيف كادت أن تغيب منا لولا نضال هذا الجانب الإنساني في المبدعين أمثال عبد اللطيف ومرس ومحمد أسامة محمد وآخرين، والنساء والمغنين والسينمائيين وكل حماة هذا البلد الأمين بالفن وبالثقافة وبالحب والسلام. فأفلام عبد اللطيف عبد الحميد 14 وها هو 15 في الطريق، والذي اسمه الطريق أو في الطريق، تحكي لنا هذه الحياة التي تبدأ ككوميديا وقد تتحول إلى تراجيديا وإلى دراما. إن الإنسان قد يكون أخلي الإنسان ويتقاسم معه الحب، وقد يصبح عدو للإنسان ويتقاسم معه القتل. فنحن على شفا الحب والقتل، ولكن الفن قد ينقذنا. وأظن أن فن عبد اللطيف عبد الحميد هو هذا الفراش الذي يمكن أن ننام عليه ونحس بأن هناك إمكانية للتصالح، للمحبة، وأن نمد أيدينا لبعضنا ونسلم على بعضنا ونعود بسلام. لك احترامي عبد اللطيف، ولك حبي، ولدمشق هذا التاريخ الراسخ في العشق وفي الحضارة، لكم منا كل المحبة. تحياتي. أهلا بك حمادي شقيقي. هلا. مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا. فرحان بلقائك. وأنا فرحان جدا بلقائك. من زمان من زمان من زمان، سنين وسنين لم نلتقي يا شب. مونبلي بفرنسا أظن سنة 96. أيوة. فهذه اللحظة التقينا، ومن تلك اللحظة أنت تدعوني بشقيقي وأنا أدعوك بشقيقي. فعلا فعلا. وحسيت بأن نفس الأمزجة، نفس سنوات الميلاد، نفس الأوقات الميلاد، ونفس الأحاسيس. واليوم أهي الاسس تجمعنا لكي نتكلم معا بعد مدة طويلة من عدم اللقاء، ولكي استمعنا بالخصوص جمهور الذي يحبك ويتمتع بأفلامك. أهلا بك أهلا بك. كان يوم سعيد مع فيلمي الثالث، صعود المطر. وأنا كنت في لجنة تحكيم النقاد. صحيح تماما. وفي أثناء الندوة طرحت عليك أسئلة، قيل لك لماذا تكثر من الرموز؟ أيوة. في عين واضحة. وكان جميل. أنا أذن قلت إن الحياة الجميلة ينبغي أن يحتفى بها، لا ينبغي أن تقدم بشكل هكذا حرفي، يعني
بسيطة وحافية أن تقدم باللغز الاحتفاء الطقوسي يعطي للحياة جمال أكثر. صحيح. لكن ما كان جواب الناس؟ عفوا؟ ماذا كان جوابك أنت للمجموعة؟ هلا بدك تخليني أتذكر شو جاوبت؟ والله يمكن صعب أتذكر شو جاوبت هذا الكلام. صاروا بلاش ايه زمان والله ما بصراحه ما عاد اذكر شو اجبت. انا عندما اشاهد افلامك وتقريبا شاهدت بعد ذلك في باريس عند الرائعه مجد واصف التي كانت تمتعنا بهذا المهرجان العربي في باريس، ولازم ان نذكر اصدقائنا واحبابنا وخصوص الناس الحاملين للهم الإبداعي والسينمائي والذين يحاولون أن يتقسموه عبر العالم. وبعد ذلك جئت بكل أفلامك إلى الرباط باعتباري مؤسس مهرجان الرباط ومدير الفني لمدة زمنية طويلة لحد الآن، هذه 25 سنة، وكان الجمهور المغربي دائما يتمتع بأفلامك. أنا لي ذكريات طيبة جدا بمهرجانكم، أنا أحس على أكثر من جائزة مهمة في جائزة الرباط، وهو من المهرجانات العزيزة جدا إلى قلبي والله. ومرة كان فيلم خارج التغطية. وربح جائزة هناك. ربح الجائزة الكبرى هناك. ولم تأبطه شرا ولكن تأبطته خيرا طبعا، والتقيت به تأبط فيلما. في نكتة أخرى غريبة جدا، أحد أفلامك البوبينة الأخيرة من فيلم آخر. صحيح، في البوبينة الثالثة. نعم، البوبينة الثالثة حقيقة. هذه الحادثة لا تنسى على الإطلاق. وأنت لو تأخرت ولو تأخرت يوم واحد في عرض الفيلم لكان خرج الفيلم من المسابقة. عنوان الفيلم، أنت كأنك في إحساسك والله لحد هذه اللحظة أنا لا أفهم لماذا أدرجت الفيلم باليوم الأول من عرضه، وكأنه لديك إحساس أن ثمة مشكلة ستكون في هذا الفيلم. أنا يومتها قلت لك حمادي مش بكير تبدأ بعرض الفيلم بتحطه في بداية المهرجان، قلت لي لا خلي الصحافة والجمهور يشوفوه ويكتبوا عنه. وإذ بهذا البداية كانت كأنها يعني حدث أن هناك حيكون مشكلة، وحيكون عندنا هذا اليوم هو وصول البوبينة الثالثة من دمشق، جبتها حضرتك من المطار مباشرة للعرض من كازابلانكا. عنوان الفيلم، ايوه اعطوك الفيلم. وكان يوم عطلة عندكم في المغرب. طبعا ماذا كان عنوان الفيلم؟ ما يطلبه المستمعون وحاز اعلنكم على الجائزه الذهبيه. طبعا هو ده، هذه المعجزه التي وقعت هناك. لا والله المعجزه، اي فعلا دائما معك تحصل معجزات حقيقه. انا اللي هي كتبت الصحافة المغربية عن الموضوع، فأنا يعني صار عندي إرهاق نفسي من الموضوع، وكان عندي شيء من اللا أمل أنه نقدر نجيب البوبينة الثالثة من دمشق بسبب عدم وفرة الطيران بين دمشق والمغرب، لأنه كان يمكن رحلة أسبوعية فقط، كانت مرة في الأسبوع. فاللي كانت النكتة إنه الجمهور العادي المغربي كان يسألني وش حل بوبينة وصلت، وأنا حاول أنسى الموضوع، لكن الجمهور المغربي في الشارع ولا في المقهى يشوفني يقول لي إيش حل بوبينة وصلت البوبينة. فيلم غير مكتمل. أيوة. يعني قصة جميلة جدا. عبد اللطيف، احنا التقينا وتمتعنا ببعضنا اكثر،
وكل مرة أفكر فيك بحس بأن هناك شيء وراءك يعني يعطيك قيمة أكثر. وأحببت الآن لو كلمتني عن أمك. أمي يا سيدي الكريم امرأة كانت هي لا تقرأ ولا تكتب، يعني أمية، أمية بالمعنى للكتابة والقراءة، لكنها كانت من أزكى النساء اللي رأيتهم في حياتي بصراحة. يعني أنا مثلا طول العمر لم أستطع أن أكذب عليها ولو كذبة واحدة إلا أن تكتشفها في نفس اليوم، بحكم كنا عائلة كبيرة ووالدي في الجيش، وكانت استنفارات وتنقلات، وكان غائب عن البيت دائما، فوجوب يعني وجود في غياب الأب، فهي أخذت دور الأم والأب مجتمعين. فهذا الشيء أنا كان عندي أرق من وخوف دائما منها، يعني شايف كيف؟ وكان في عندي سؤال دائما، هي تحبني يعني إلى آخر لحظة في حياتها، لما أنا، وهي الغريب في الأمر أنه هي توفيت قبل أن أبدأ بتصوير فيلم الأول ليالي من سنة 1988 بأسبوع توفيت. وهناك لقطة في بداية الفيلم، كان الآس ما يزال طريا في بانوراما، في بداية الفيلم تمر البانوراما ويمر هذا المكان، أنا وكنت قاصده لأنه كان في شيء من الأم اللي في ابن آوى، هي شيء من أمي، يعني شايف، ليس السيرة ذاتية بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن أنا استعرت من والدتي بعض التفاصيل لذلك الفيلم. فهناك هذه اللقطة، كان الآس لا يزال أخضرا على قبري. عبد اللطيف، أنا سألتك هذا السؤال باعتبار أن السينما هي حكاية، وحكايتك أنت لا تنتهي، والجدات والأمهات هي التي تحكي هذه الحكايات. وأرى الآن أنك حكيت أكثر، أظن 15 فيلم، يعني 14 فيلم، وأنا أكتب 15. طبعاً 15 يعني هي هذه الأم الحقيقية والأم الخيالية التي أنتجتها وتنتجها للأجيال. بمكان ما أنا أوافقك الكلام تماماً. لكن الأم تحكي حكايات والسينما تحكي حكايات، ما الفرق بين حكايات الأم وحكاية السينما التي تحكيها أنت للناس؟ شوف، بالنهاية كل بني آدم له مفرداته، وكل وعنده خياله الخاص فيه وثقافته الخاص بها. أنا استوحيت كثير من حياتي الخاصة، يمكن في بشكل من الأشكال أنا أشبه أمي في التعبير عن نفسي. هناك حقيقة كانت، لما كانت تسرد الحكايات أنا أتذكرها شيء يذكر حتى في طريقتي في السرد، إن كان على صعيد النكتة أو على صعيد الحكاية أو على صعيد، وتأثرت بها كثيرا أخي حمادي. طبعا أنا طرحت هذا السؤال لأني شاهدت كل أفلامك، وهناك أفلام حكيتها لي فعلا أن أمك موجودة في كل جانب من هذه الأفلام، في النساء كذلك، في
جمال النساء، في روعة النساء، في 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 ثراء النساء كذلك. فأظن أن السينما عندنا في اللغة العربية هي مؤنث، ليس مذكر، صح. في حين في اللغات الأجنبية هي مؤنث، صحيح. لذلك هذا الغنى وهذه الأنثوية في الحكاية وفي السرد وفي البدخ كذلك لا يمكن أن تأتي إلا من 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 من, من الأم. هل أعتبر أنك عندما تحكي تفكر في أمك؟ جدا جدا، يعني بقدر. شوف لحكي لك شغلي، أنا كان يمكن في قصة أنا في أو حتى مقال كتبته لمجلة فن المصرية اللي كان يصدرها الممثل محمود حميدة، عمود للمجلة، عمود ليس سينمائيا بالمعنى الدقيق للكلمة، شيء خاص من حياتك لكن يكون له علاقة في السينما بمعنى من المعاني. حقيقة هي كانت المهمة سهلة وصعبة في نفس الوقت، وخطر في بالي أول ما خطر أني أكتب هذا العنوان، حليب أمي. أنا شخصيا عندما ولدت في مدينة حمص، كان في رأس السنة الناس بتحتفل ببداية العام الجديد، وأمي تخوض مخاضها فيه أنا. المهم كان على ما شرحت لي، كان الحملة فيها كان صعب كتير، وكانت تريد أن تسقطني، يعني تريد أن تجهض بي، ولكن والدي رفض. أتيت كأنه هناك إحساس بالزعل منها أنها كانت تريد أن تجهضني، فرفضت أن أرضع من ثدييها، وإلى الآن أنا ما زلت أكره الحليب. حقيقة أنا لا أشرب الحليب ولم أشرب من حليب أمي على الإطلاق. وكان السؤال الدائم الذي كتبته في تلك المقالة الصغيرة هو: هل كانت تحبني؟ في الحقيقة قبل، كما ذكرت في البداية، هي قبل أن تتوفى بفترة اتصلت بأختي وقالت لي أن أمك في حالة سبات منذ 9 أيام في المشفى، فغادرت مدينة دمشق إلى مدينة اللاذقية حيث ترقد. المهم عندما دخلت إلى الغرفة في المستشفى رحبت بأختي قائلة: أهلا عبد اللطيف. وعندما ذكرت اسمي فتحت والدتي عينيها بعد 9 أيام من السبات العميق وقالت: أين هو؟ فاقتربت منها وابتسمت لي ابتسامة، فقلت أنا: كثفت حبا عمره في ثانية واحدة. فكأنها تقول لي: تعلم أيها السينمائي كيف تكسر. يا إلهي عبد اللطيف، أنا أعرف لماذا كلمتك عن الأم في البداية، لأني أعرف أن في سينماك أمك، هذه الأم التي لا تكف عن الحكايات. مظبوط. حكايات الحليب فعلا الذي كنت في حاجة إليه. كل سينماك شعر، لا يمكن أن يتمتع بسينماك إلا الشعراء، لكن وراء هذا الشعر هناك كذلك، عندما تكلمنا عن الأم الأصل الذي جاءت بكل العالم، نتكلم كذلك عن القرية. ما علاقتك بقريتك؟ لأن في سينماك فيها صفاء، فيها طهر، فيها حبة، فيها احتفال بالكون وبالوجود. عندما يرى الإنسان فيلمك ويخرج منه يريد أن يطلب مزيدا من العيش، مزيدا من 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 الحياة، وكأن سينماك تضيف أعمارا أخرى، أو هي في حاجة لتجعلنا نطلب أعمارا أخرى لكي نحيا. ما علاقتك بالقرية، بالبادية؟
القرية، القرية حقيقة أنا أتيت إليها مبكرا جدا، ولعبت دور كبير في حياتي. ربما لو كتبت مذكراتي عن القرية أعتقد أنني سأكتب كتابا هذه القرية التي عشت فيها، رأيت علاقاتها، وكنت مراقبا يبدو من طفولتي، مراقبا خاصا لدرجة أن أهلي، أمي وأخوتي ووالدي كانوا يسألونني دائما كيف ترى الأشياء التي نحن أمامنا ونحن لا نراها كما تراها أنت. كنت أقول لهم ببساطة انظروا جيدا إلى الحياة فستشاهدونها كما أشاهدها أنا. هذه البساطات بقدر ما هي علاقات بسيطة، هناك تعقيد من نوع خاص، هناك السهل الممتنع في حياة هذه القرى عشت وانغمست فيه وأثر بي وتأثرت بي وأثرت بي على ما أعتقد. وكنت في قرية مؤلفة فقط من بيت واحد هو بيتنا، تحيطه الجبال والوديان، في النهارات لا أسمع إلا صوت العصافير، بنات آوى، وفي الليالي نسمع كل الوحوش. كان شيء مرعب، وكان ومع ذلك كنت أتحدى كل شيء، حتى الليالي الظلماء كنت أخترق فيها الغابات بكل رحاب الصدر، ولم أكن أخاف. عشت في الطول العرض في هذه القرية وفي القرى المجاورة. هذا التوحش الطبيعي للطفل عندك بحس به في أفلامك الرومانسية، كل أفلامك حتى الأفلام التي نتكلم عنها التي هي أفلام الحرب فيها رومانسية. كيف استطعت أن تجعل من الرومانسية بالمعناها الفلسفي والعميق أسلوبك في الحياة؟ شوف، هون في عندك بنية، هل عندك وصفة تمليها على الآخرين بهذه الطريقة؟ سأقول لك لا، أنا لا أملك وصفة جاهزة. أنا كل ما هنالك أعيش هذه الحالة بطريقة خاصة بي، هكذا أحس وهكذا وجداني يقول وهكذا يصرح في هذه اللحظات. تتشابك الأمور، أتعب، أغوص، أنام، أجوع، أسحر، أستيقظ في الليالي. وأكثر من مرة لو تابع لكتابة جملة واحدة تضيف صورة ربما تكون معبرة في فيلم القادم. هذا المخاض اللي بعيشه. شوف، كنا نحكي عن القرية نحن، ما عندما كنت أصور فيلمي الأول ليالي من آوى، صورته في منزلنا. أريد هذا التوحش. جاءني أحد الزملاء من مدينة دمشق وزارني في موقع التصوير، سألك هذه الموسيقى في داخلك وهذا الشعر من أين أتيت به في هذا المكان الموحش؟ قلت له عش في هذا المكان الموحش فستأتي الأشياء لوحدها، كن قويا وعاشر الشجرة والطير والنهر والسمك والساقية والغربان والضباع والذئاب. هذا ما كنا نعيش، هذا الذي أثر عليه. وكيف استطعت أن تحتفظ على هذا الطفل القروي أو البدوي الطبيعي
في داخلي عبد اللطيف عبد الحميد. شوف يعني انا ببدايتي انا اول اشوف في شيء يمكن نحن تربينا على اخلاق معينه. ربما هون الوالد لعب دور في الحفاظ على اني انا حافظ على طفولتي. انا حافظت على طفولتي، انا حاولت احتفظ ببراءتي ضمن مجتمع معقد هو المجتمع المدني المديني، عفوا خليني اقول المديني، ما يمكن ان يؤثر عليها في المستقبل. وكنت اعيش دائما مع عالمي ومع كتبي ومع الموسيقى ومع الجمال، وأرفض أي نوع من أنواع الابتزال وأبتعد عنه، وحصنت نفسي وقدر الإمكان حاولت أن أحتفظ ببراءتي وطفولتي، ولم أدع الأشياء تنزع مني ما لا أريده. هذا عبد اللطيف عبد الحميد، الطفل القروي الذي تعلم الموسيقى وتعلم المسرح وتعلم الشعر وتعلم كيف يكتب وذهب وعشق دمشق وأخذ الأصيل من الشام وذهب إلى الاتحاد السوفيتي وروسيا وعشق هناك وجاء بامرأة جميلة وبفتاة جميلة تتعلم الموسيقى وتصنف الألحان العالم الآن. هذا عبد اللطيف، هذا الشاعر. أنا عندما أشاهد أفلامك لا تهمني الحكاية، يهمني مشهد من فيلم مثلا، علاقة بين ثلاث أجداد وحفيد وأم وأب، أظن طريق النمل أو أنا وأنت وأبي وأمي، أنا وأنت وأبي وأمي، هذه العلاقة الثلاثية بين الأحفاد. أظن لا يمكن أن يقبض عليها وأن يضغط على الأعمار والسنين ليرتب بين الأجيال. ونجد أن ذاك لا فرق بين الكبير والصغير، بين الأنثى والذكر، إلا بالمحبة والحب بين والمدينة. كيف استطاع عبد اللطيف أن يجمع هذا الحب ويكتف ويوزعه في أفلامه؟ شوف يعني هون أنا الحقيقة الحوار يمتد طويلا ويطول ويطول في هذه النقطة تحديدا في فيلم أنا وأنت وأمي. فيلم أنا وأنت وأمي هو جاء بعد فيلم العاشق الذي صورته مع بداية الأحداث في سوريا، وبعدما بدأت الأحداث في سوريا توقفت لمدة حوالي 4 سنوات لحتى وأنا طبعا متألم مما يجري في البلد، وقلت لن أعمل الآن إلا عندما تنضج فكرة لها علاقة في الحب تحديدا، في الحب. وكنت أصوغ وأصيغ كل وأفكر كيف تتحدث يتوقف، وهنا كانت تكمن الخطورة، أن تنزلق إلى الشيء الآني وأن ينتهي مفعول فيلمك مع انتهاء الأحداث. وهذا ما كنت أخشاه أخي حمادي. أصريت أنني سأقدم قصة حب للسوريين ولمن يحب السوريين وللعالم. نحن في هذه اللحظة كيف كنا؟ هل تتصور أنني كتبت هذا الفيلم، سافرت إلى موسكو في سنة 2014 لمدة شهر وشهرين عفوا، وكان الفيلم يدور في راسي في دمشق، كان لازم مضطر سافر على موسكو لأسباب خاصة فيني تتعلق بزوجتي. المهم وفي موسكو كنت استيقظ الساعة 6 صباحا كل يوم وأكتب عن دمشق وجرح دمشق في هذا الفيلم. أنا البعيد عنها الآن،
ودفعت به للإنتاج وتم الموافقة عليه وبدأنا نصور هذا الفيلم يا شقيقي العزيز. والقذائف تطير من فوق رؤوسنا وكنا هدفا وصيدا كبيرا لمن يريد في تلك اللحظات. فنحن كنا في الليالي لوحدنا في الشوارع، الإضاءة والآلات الإضاءة والكاميرا، نحن الوحيدين، كان هناك الظلام ونحن الذين نضيء. صدقني بأكثر من مكان كنا على حافة الخطر، وكنا نطور اللقطة بين القذيفة والقذيفة أحيانا، وكنا نتوقف لنصور لنتابع التصوير بسبب كثافة القذائف التي تمر من فوق رؤوسنا. وخرجت بهذا الفيلم. أظن أن سنعود لهذا الموضوع، وقبل ذلك أعود بك كذاكرة إلى محمد ملص وأسامة محمد وعمر أمير الله ووليد شميت ونبيل المالح، وهذه المجموعة عندما نتكلم عنها نتكلم عن سينما سوريا المتميزة، سينماها لفلسطين سينماها، ولكن تبقى سينما سوريا متميزة. هل هذا التميز يرجع إلى سببين اثنين في رأيي؟ أولا إلى أن أغلب هذه الأسماء التي ذكرت متحت من روسيا، ذهبت إلى هذه السينما التي التي إنسان بالدرجة الأولى. ونحن دائما نقارن، وعندما نقارن بين سينما الولايات المتحدة والسينما الاتحاد السوفيتي كما كنا نسميه، بين الأم مثلا أو الكويغاسي بوتومكين أو كل الأفلام العظيمة التي رأيناها، نحس هذا البعد الإنساني الموجود في السينما السوفيتية، ويختلف عنه البعد المادي الموجود في السينما الأمريكية أو في أغلب السينما الأمريكية. هذه المجموعة هل يمكن أن نعيد هذا التأثير؟ راجع إلى علاقتكم بالاتحاد السوفيتي وعلاقتكم كذلك بالشام، هذه الكرة نحس بأن هذا البلد لا مثيل له. شوف يعني أنا بوافق ما قلته رأيك. حقيقة شوف، نحن المعهد العالي للسينما في موسكو اللي درسنا فيه هو الفجيك، وهي مجموعة الأسماء اللي كنت ذكرتها من في حديثك منذ دقائق، كلها تخرجت من هذا المعهد. وهو مؤسس هذا المعهد هو إيزنشتاين. من لا يعرف إيزنشتاين؟ هو الذي أسس هذا المعهد. حقيقة كان الأساتذة في هذا المعهد يدلون على الشيء الإنساني دائما، وتربينا على وترعنعنا في هذا المعهد أن نقول الأشياء الإنسانية وعدم السعي نحو الإبهار الذي لا طعم له ولا فائدة منه. أن تحرك المشاعر أهم كثير، وأنا أقولها دائما للمخرج الجديد، عزيزي المخرج المبتدئ، وكتبتها مرة على صفحات الفيسبوك، إذا كنت تفكر في تحريك الكاميرا تفكر أولا وأخيرا كيف ستحرك مشاعر المشاهد، وعندها ستتحرك الكاميرا من تلقاء ذاتها. أنت تقريبا محوت الآلة ليست إلا وسيلة، ولا شك أن وراء هذه الآلة ليس عقل ولكن وجدان وعاطفة. وأنت كلمتني مرات كثيرة عن الشعر، حبك للشعر وحبك للموسيقى، ماذا أعطاك الشعر وماذا أعطاك الموسيقى لكي تصبح وأعطتك الموسيقى لكي تصبح سينمائيا من هذا النوع الذي عندما نشاهد أفلامه
نحس فعلا بأننا نبكي ونضحك ونسخر وسنعود للسخرية عند عبد اللطيف عبد الحميد، هذا الطفل الذي لم يكبر أبدا ولن يكبر. وذكرتني مرة أنك كنت تمر بمكان ما بقريتك أنت وصديق لك تبحثان عن بني أوى، وإذا بهذا الصديق تناديه عائلته لأنها رحلت إلى مكان ما، فهذا الصديق تركك وتبع عائلته في الرحيل. ومرت سنوات وإذا بك في الزحام وراء أظن عربة تبيع الدخان في لحظة زمنية مرت بها سوريا، صحيح، بعد أظن 20 سنة، فوجدت أن هذا الرجل بجانبك وكأنك لم تفارقه وكأنك تتابع بني آوى الطفل، وأنت الآن كبرت تتابع قارورة الدخان. صحيح صحيح، هذا الطفل يحتفظ به. حمادي أشاف الموسيقى، أنا من طفولتي وكان عندي أنا طفولة في الموسيقى، وتعلمت العزف على العود باكرا، وكنت في مدينتي اللاذقية حيث كنت أدرس كنت نشطا جدا فيما يتعلق بالموسيقى، وكانت لدي دائما ميول نحو التأليف الموسيقي، وحتى هذه اللحظة أنا أمارس أحيانا هذه المهنة هذا الشيء في حياتي. لكن وأنا حتى في لما كنا في بالسنة الأولى اللغة، وكان امتحان القبول في معهد عالي هنا في موسكو امتحان صعب جدا، لدرجة أنه أحد السوريين طلب مني أنه شفت معي العود على موسكو، فأعجب جدا، قال شوف رأيك لك امتحان موسيقى بالسر، فيما لو رسبت في امتحان الإخراج يكون عندك مهنة أنت تحبها يعني. قلنا له أوكي، لكن وكنت تم في السر، قال لي لو يدرى معهد السينما أنك أنت رحت قدمت لمعهد الموسيقى حيقول لك خليك هناك في معهد الموسيقى، مش حيقبلك نهائيا. وحقيقة والله العظيم رحنا في السر وقدمت فحص الموسيقى ونجحت، يرحب فيك طبعا، ونجحت في فحص الإخراج، وتنازعت لمدة 20 يوم وأكثر إلى أين سأبدأ إلى أين سأذهب. فدرست وقلت الموسيقى يمكن أن يطور البني آدم فيه نفسه ذاتيا، لكن الإخراج بحاجة لدراسة، هناك أشياء لا يمكن أن يتعلمها المرء ليصبح مخرجا، هناك المونتاج، هناك آلات التصوير إلى 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 آخره. فالإخراج لازم تدرس، وقررت أني أدرس، لكن لم أترك الموسيقى. فالموسيقى حتى أنت تلاحظ بأفلامي من الفيلم الأول وحتى هذه اللحظة سمت حتى مقطوعات موسيقية ببعض الأفلام أنا لم أشر إليها أنها من تأليفي للأمانة. والموسيقى الموسيقى من أول مرة، ربما أطلب من الموسيقى إعادة الموسيقى أكثر من مرة، فأنا أعرف ما أريد بالطريقة الذي أريد. فالموسيقى لعبت دور، أحيانا سأقول لك أمر في غاية البساطة، كانت هناك بعض المشاهد التي حركتني فيها الموسيقى من خلال سماع أغنية أو مقطوعة موسيقية فدفعتني لتأليف مشهد، وهذا المشهد لاحقا صار فيلما. بالفعل أنا عندما شاهدت تقريبا كل أفلامك العاشق، بخصوص الأفلام الأخيرة، العاشق، عازف السولو، أنا وأنت وأمي، طريق النمل، في طريق النمل، أو أنا وأنت وأمي، في هذه المقامات وهذه الأبعاد الأول والثاني والثالث، وتجد أن الموسيقى في بعد بعيد جدا، وعندما تريد أن تعبر عن إحساسك تحس بأن ليست الأحداث أو الحوار هو الذي أو الأمكنة هي التي تحركك. أنا لم أتمتع بفيروز ولا أم كلثوم ولا أحسست
بأنها موسيقى وجودية تعبر عن الكينونة كما يعبر كثير من الفلاسفة، إلا عندما سمعتها بأفلامك. ولذلك فأفلامك لا تحكي قصة، ليست الحكاية هي الأساس، بل هذا التشكيل السيمفوني الكوني للعلاقة بين اللحظة وبين الصورة وبين الموسيقى وبين الحدث وبين التفاصيل وبين سخرياتك التي ترميها كالملح. مثلا أتذكر أظن في طريق النمل، هذا الجد الذي رمى بالهاتف في الحديقة في الحقل في الحقول، وطلب من زوجتي أن تذهب للبحث عنه. من حسن حظه أن أحد أنا وأنت وأمي كيف عندما يراك الإنسان من بعيد يرى هذا الوجه الجدي، الوجه السياسي ربما، ولكن عندما تتحرك شفتك اليمنى أو اليسرى وتضحك تعود شيئا آخر، تعود ملاك، تعود لطفولتك، وتحس بأن الإنسان عندما يتعرف عليك ويتعرف على سينماك تصبح علما من الأعلام. السينما العربية ينبغي أن تفتخر بال15 فيلم التي أنتجتها. أنا أدخلت حتى الفيلم الذي لم ينتج بعد. هذه الغزارة، هذه المؤلفات التي أنا أحفظها عن ظهر القلب وأتمتع بها في كل لحظة، أفلامك تعطي الرغبة في الحياة. فأنا التقيت بك بأفلامك بمهرجان الحب بمونس أظن، التقينا هناك لا أتذكر بأي فيلم، ولكن أعرف كيف كان الأجانب يخرجون من أفلامك. كيف استطعت أن تحقق هذه العالمية؟ لا نعيد ما قاله العظماء أن العالمية تبدأ من المحلية، ولكن أعيد أن عبد اللطيف عبد الحميد يستطيع أن يحقق هذا، ليس بالقصة ولكن بالمؤلف ككل. أفلامك ليست قصة، ليست موسيقى، ولكنها أوفر كما يسمى باللغة الفرنسية، هذا المؤلف، هذا المنجز العظيم. لذلك فتذكر شخصية نسيم الروح، هذا الرجل الذي ذهب ليعزي المصريين في هذا الموسيقار. نحن الآن نعيد من جديد لهذا الممثل العظيم والموسيقار العظيم طبعا الذي أعطى للموسيقى. وهنا أرى أن السينما في الحقيقة هي موسيقى بصرية، هكذا أرى أفلامك. لابد أن أعود إلى شخص تكلمت عنه بدون أن تدري، وهو تاركوفسكي. أرى أن هنا علاقة بين أفلامك وأفلام تاركوفسكي، وتاركوفسكي عزيز على روحي وعزيز على نفسي، لأنه يقربني من الرب. هو رجل ليس ديني فقط، ولكن ما تجاوز الديني ووصل إلى الرباني. وبأفلامك نجد هذه الروحانية إلى الروح. ما هي علاقتك مع تاركوفسكي ومع سينما تاركوفسكي؟ شوف، أنا أعرف تاركوفسكي، حتى أعرفه شخصيا، يعني لما كنا في موسكو كان يعمل الزيارات لمعهد السينما. طبعا هو كان متخرج قبلنا بسنوات من المعهد، وهو درس في نفس المعهد اللي انا درست فيه، يعني اللي هو الفجيك، المعهد العالي للسينما في موسكو. وكان هو درس عند السينمائي الكبير ميخائيل روم، وهو درس وحتى نيكيتا ميخالكوف هو خريج هذا الاستاذ. يعني ميخائيل روم خرج، أنا كانت يعني يسحرني هذا العالم اللي ينشغل عليه من قبل تاركوفسكي. يعني مع أني أنا بشتغل بشكل عكسي تماماً، مع أني بشتغل بشكل عكسي، لكن هذا الروح العميقة الموجودة في اللقطة، هذه اللقطة البطيئة والمشحونة بالعواطف والموسيقى
وكل المؤثرات البصرية والسمعية كانت تسير فيها كثير من الأشياء. في فيلم أندري روبلوف إلى فيلم المرآة إلى فيلم سولاريس إلى 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 كل الستالكر يعني. طبعا عبد اللطيف، أفلامك أفلام فرح وأفلام الرومانسية. أنا عندما أشاهد فيلمك أفلامك أحب مراتي من جديد. هذا الشيء يسعدني، هذا 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 وسام على صدري والله، هذه أكبر جائزة يمكن أتلقاها في حياتي وحياتك. والله العظيم، وأنا عرفت علاقتك كذلك مع زوجتك، هذه الزوجة الجميلة وهذه الفتاة البنت اللي ولدتها أنت، هي كذلك بصحتك وصحتك، وهذه الفتاة الموسيقية كذلك اللي هي من صلبكم. وبحس بأن السينما هي طبعا، لكن هذا هل وحدك الآن بقيت تنتج سينما الغرام أو سينما الرومانسية وهي في نفس الوقت مغموسة بالسياسة إلى أعماقها لكنها سينما رومانسية، من أين جاءك هذا؟ شوف، أنا أكره الأحاديث المباشرة في السياسة وتعاطي المباشر في السياسة، مع أنه كما ذكرت لا يوجد فيلم من أفلامي إلا وهناك في السياسة. أنا هكذا أعبر عن السياسة بالطريقة الفنية كمحاضر سياسي. أكره السينما التي يحاضرون فيها بالسياسة، لا أطيق هذه السينما، لا أطيب، هي بعيدة كل البعد عن روحي. لذلك احكي بشكل وجداني وعبر عن موقفك السياسي بطريقة شاعرية ورومانسية، وثق أنه كل ما يخرج من القلب سيصل إلى القلب بكل تأكيد. طبعا هذا ما نحسه بأفلامك. عبد اللطيف، يقول البعض أن التراجيديا ليست مسرحية. فيلمك الأخير أنا وأنت وأبي وأمي، وفيلم ينتهي بالتراجيديا. صح. ما السبب الذي جعلنا نصل إلى هذا المستوى التراجيدي؟ ما السبب اللي كنت بقول لك من شوية يعني، لما كنت حدثك عن صعوبة القرار واتخاذه انك تحكي فيلم عن الأحداث، قلت انه يجب ان نطعز. هكذا صارت الأمور للأسف الشديد. هذه حكاية يا شقيقي هي مثال لعشرات ومئات من الحكايات المشابهة التي جرت في سوريا بكل أسف في السنوات الأولى من هذه الحرب الطاحنة التي جرت في بلدنا. وقلت نعم، ثم تمن لامني قال لم تترك لنا ضوءا في نهاية النفق. قلت أنتم أضيء النفق، إذا كنتم تصرون على هذا النتيجة هي عبارة عن ناقوس خطر، انتبهوا. وأنهيت هذا الفيلم بالحمام الطائر فوق دمشق، وكانت من وأنا بالمناسبة في كل فيلم من أفلامي عندما أصوره يمنحني القدر شيء يخص هذه الأفلام، وأنا عندما أصوره أقول أنني سأحتاج إليه في المونتاج وفي صياغة هذا الفيلم، لكني لا أعرف الآن، لكن سأصوره وأحس أنني سأصوره. صور، كنت أنا ومدير التصوير اللي رحمة الله عليه توفي السنة الماضية بحادث سير، وهو مدير تصوير شاب في مقتبل العمر، هو اللي كان هذا أول فيلم روائي بصوره، هو كان للأسف الشديد توفى السنة الماضية، وصورت معاه فيلم الثاني طريق النحل.
بعد اتحاد السير كنا نصور المقاطع الخاصة في مدينة دمشق، فكنا على أحد الأسطحة ورأيت هذا السر بالحمام، قلت له صور. تصور كان اللقطة طول اللقطة ثم يطير ويهبط ثم يطير ويهبط، وخزنت هذه اللقطة في جعبتي إلى أن أنهيت فيها الفيلم، وهي كانت اللحظة فيها الأمل أننا يجب أن نطير كهذا الحمام وأن أطلب السلام لهذا الطير ولنا جميعا. نعم، قولة كثيرا ما أخذها من نيتش، تقول ما أكثر ما عانى هذا الشعب حتى بلغ هذه المرتبة من الجمال. هل لابد من يبدو أحيانا عم تصير للأسف الشديد والله يا أخي حمادي. يعني أنا حقيقة كتبت الفيلم هذا وأنا كنت عم تألم والله، يعني لا تتصور مدى الألم ومدى الصعوبة ومدى الحالة النفسية اللي كنت فيها وأنا أكتب هذا النص، بالرغم من وجود مواقف مضحكة جدا، لكن أنا أعبر عن نفسي بهذه الطريقة، فيأتي الموقف بشكل تلقائي من يعني بحد ذاته أعبر عن نفسي بهذه الطريقة. فأنا كثيرا ما أتحدث عن أشياء أراها في منتهى الجد فتضحك الآخرين، أحكي عن أشياء وأنا أرويها في منتهى الجدية فيضحك الآخرون. فكانت أنا مثلا على سبيل المثال كنت أطرد من مجالس العزاء لأنني أثير الضحك مع أني أتكلم في منتهى الجدية، عرفت؟ فمنذ الطفولة وأنا على هذه الشاكلة حمادي، فأنا أعبر عن هذه الطريقة. أنت تضحك في لحظة تراجيدية يعني. في طريق النمل، لماذا هذه التسمية طريق النمل؟ طريق النحل، في طريق النمل أو ما قبل الأخير؟ النحل هذا قبل ما قبل قبل الأخير، هذا اللي احنا الأخير منه منذ يومين جاهز العرض، وقبله كان عزف منفرد اللي عرض عندكم في الرباط وحاز على جائزة الجمهور، هو كان قبل عزف منفرد. النحل هو له من شقين، انت تعرف النحل والسعي، طريق النحل طريق صعب، والنحل جاي بمعنى مرتبط في أغنية طريق النحل لفيروز. هذا الاجتماع في البداية عندما يسمع ولأول مرة صوت فيروز من هذا المكان ويستيقظ ويهبط فيه السرير، فجاءت مزج بين الأغنية وبين السعي. هؤلاء الناس اللي كانوا للأسف الشديد يتركون بلدهم ويهاجروا إلى ألمانيا وإلى هولندا وإلى أوروبا إلى تركيا وإلى الأردن ولبنان ومختلف الدول. الفتاة بين ثلاث اختيارات، بين طبعا الممثل الذي تمثل معه وبين المهاجر الذي هاجر وبين الشاب الذي بقيت معه في الأخير. شوف، عثرت بحياتي حكايات من هذا القبيل، وكانت تثير لي هذه الحكاية عندما تكون الفتاة بكل صدقية تعيش أزمة بين هذا وذاك.
ثلاثي وثلاثي. هون أنا ضفت لهم العنصر الثالث. ها؟ لنشوف بالأخير شو راح تختار ومين راح تختار. فاختارت أفقرهم وأبسطهم وبعدها حتى وأصفاهم. أيوة. لكن لماذا جعلتها تذهب إلى المطار وتروح وبعد تعود؟ ما هو تكمن الحكاية يا حمادي. هي كانت فعلا مقررة لأنه هي وصلت للحظة أنه هي يعني ضاقت زرعا بهالحالة اللي هي عايشتها، فقررت تذهب ضد عواطفها وتسافر لعند ابن خالتها أو نعمتها، وسافر لعنده ألمانيا لأنه كان هو مجهزها كل أموره وكان يحبها منذ الطفولة. وبالرغم من صلة القربة والحب منذ الطفولة، فلحن طريق النحل فودعته وذهبت وغابت في المطار، وهو عاد إلى دمشق لكن لم تستطيع، فعارت العربية التي تحمل حقائبها ووقفت إلى جانبه، التفت وركضت إليه. هي قررت أن لا تغادر هذا البلد وأن تبقى مع هذا الشاب الفقير الموهوب الذي يحبها من كل قلبه، فهو الوحيد الذي فجاء لوداعها وهو يحبها من كل قلبه. فيلم أفلامك هي روايات بالموسيقى بالشعر بالتشكيل بالرسم، جميل جدا، وهي لا تشاهد مرة واحدة، يمكن أن تشاهد مرات كثيرة 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 كثيرة. طبعا أنا وأنت وأبي وأمي ينتهي بتراجيديا في النهاية. عبد الله ينهي بتراجيديا، لماذا هذا القتل؟ أنا قلت سبق وقلت لك هو ناقوس خطر للجميع. إذا كنا سنسير ونستمر في هذا هكذا الأمور ستنتهي يعني. للأسف نحن في وضع لا نحسد عليه، لا نحسد عليه. لم يكن هناك، هي التراجيديا كانت جزء من هذا الحدث. للأسف وطن يدمر، ناس تقتل. اجبت عن السؤال، قلت هي نوع من ال يعني دق ناقوس الخطر انه هكذا ستكون النهايات، والنهايه هي اتت منطقيه من الحدث الاسود اللي احنا كنا عم نعيشه.